سعيد الناصري ممثل ومخرج ومنتج مغربي، تزاد في الدار البيضاء نهار 25 شتنبر 1960، قرا في المغرب ومن بعد مشى يكمل قرايته في أمريكا، لكن ما كملش فيها وانتقل لبلجيكا وفيها خدا ماجستير في إدارة الأعمال. بداية سعيد الناصري كانت بعيدة على المجال الفني، لأنه بحكم دراسته والشهادة دياله فهو كان في مجال إدارة الأعمال. سعيد الناصري من بعد ما دخل المغرب غيخدم في المكتب الشريف للفوسفات الأوسيبي لمدة سنة، لكنه ما قدرش يكمل بحكم كيف ما قال هو أنه ما قدرش على الطريقة اللي كتسير بها الأمور في ذاك الوقت. من بعد خرج وغيمشي يخدم في المجال البنكي، وخدم في البنكة لمدة 7 سنوات. موراها غيقرر سعيد الناصري أنه يخرج كذلك من هذه الخدمة، وقرر أنه يدير شركة خاصة دياله واللي كانت عبارة على شركة للتواصل، لكن بسبب شي ظروف قرر أن الشركة تتحول وتولي شركة للإنتاج الفني. وهنا غيدخل المجال الفني وبدا كيدير بعض العروض الفردية وبدا كيتعرف عند الجمهور، وغيتشهر بكثرة عند المغاربة في أواخر التسعينات في سيت كوم أنا وخويا ومراته، ومن بعدها سيت كومات أخرى نجحات وتعرف بها بحل الربيب والعوني، وفي الأفلام تعرف فيلم الباندية وفيلم عبدو في عهد الموحدين والعديد من الأعمال التلفزية والسينمائية. سعيد الناصري ممثل اللي تعرف أيضا بأحداث مثيرة للجدل كالتحرش والسرقة والنصب. فيما يخص التحرش فكانت ناضجة بينه وبين لبنى أبيدار اللي اتهمته بأنه تحرش بها أثناء تصوير أحد الأعمال، لكن سعيد الناصري خرج ونفنى في قاطع كل هذه الاتهامات وخلى القانون يخدم جراه وقال أنه بريء من كل هذه التهم. ومحاولة النصب فهو كان في موضوع بينه وبين أحد الأشخاص اللي قال أنه مستثمر إيطالي بغي يشري عليه نادي ديال الخيل بمبلغ 4 مليار تقريبا، وقال سعيد الناصري أن الأمور كلها عنده كانت غادية في خط قانوني وما كان حتى محاولة نصب، بل بالعكس المستثمر الإيطالي هو اللي كان كل مرة كيحاول يلقى الأعذار وما بغى يشري ما بغى يكري. وأما السرقة فهي في موضوع سرقة الأفلام والسيناريوهات، مثال فيلم سارة، ورد سعيد الناصري على الأمر بأنه ماشي سرقة وأن هذا أمر متداول وكيتسمى اقتباس. سعيد الناصري مؤخرا تصاب فيروس كورونا وهو الآن في العناية المركزة يصارع المرض، وكان قبل أسابيع فقد الأخ ديالو بعد ما تصاب أيضا بالفيروس، والآن سعيد الناصري كيعاني في المستشفى. نتمنى له الشفاء العاجل ويرجع بصحة جيدة للجمهور دياله.